نتكلم النهارده عن موضوع مختلف شويه، وهو موضوع علاقه اولياء الامور بالبطولات بتاعت الاولاد. حضرتك بتيجي في الصيف عندك مصيف، فبتحجز المصيف وانت مالكش علاقه بميعاد البطوله بتاعت ابنك او بنتك. طيب ده هيعمل ايه؟ حضرتك هو قاعد بيتمرن طول السيزون علشان يوصل بفورم معين للبطوله، فحضرتك كنت واخده قبل البطوله باسبوع، مطلعه الساحل ولا مطلعه سخنه ولا مطلعه اي حته، قاعد يجري على الرمله ويعوم ولخبطت كل الامور، او اتليست ريح الاسبوع كله ما بتمرنش. هيجي من الاسبوع ينزل بطوله مفاجاه يشتغل فيها 100% يتصاب او ما يحققش رقم، لان هو مش هيقدر يجيب ال 100% بتاعته، لان اوريدي خلاص حمل التدريب بتاعه اتلخبط. حضرتك رحت مبوظ كل اللي هو عمله. فراعي ان انت لما هتيجي تعمل حاجه زي كده، انت عايز تبسطه وعايز تبسط العيله والكلام ده، ده عظيم، بس لازم تراعي ان انت عندك بقى ولد هيلعب بطوله جمهوريه، مش بيلعب فور فن. يا اما تفهمه ان هو بيلعب فور فن وممكن بقى يلعب بطوله ما يلعبش بطوله، ده موضوع تاني، بس حرام تضيع خامه كويسه هيكون عنده فرصه انه يحقق بطوله ويتحسن ويتحرك في الرياضه وياخد نتائج كويسه، لان انت عايز تطلع مصيف. يعني لازم تاخد بالك من الموضوع ده علشان الموضوع ده مش سليم. فحافظوا على اولادكم علشان ما تعورهمش.